مرتفع بسعة 500 متر مكعب، وهذا ذلك من أجل تزويد جئت بمعية زميلي وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل معاينة الكثير من المشاريع وكثير من الجوانب التي تتعلق بتحسين المستوى المعيشي والجوانب المعيشية للمواطن، خاصة بالنسبة لقطاع الري الذي يرتبط ارتباط وثيق بالتنمية ويرتبط ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن، خاصة في جانب التزود بالمياه الصالحة للشرب، وكذلك بالنسبة لجانب التطهير الذي له علاقة مباشرة بصحة المواطن وبالبيئة التي يعيش فيها. حقيقة اليوم أشرفنا على وضع حيز الخدمة هذا الخزان الذي يعتبر واحد من المشاريع التي أنجزتها الدولة من أجل تحكم أمثل في التسيير ومن أجل الوصول إلى خدمة عمومية ترضي المواطن. نحن نقوم بعمل هام جدا يتعلق باستغلال المياه المستعملة المصفات في الفلاحة، في السد الأخضر، في مختلف الاستعمالات المتعلقة خاصة بالقطاع الفلاحي. وهذه المياه تعتبر بالفعل يعني حل ناجع وسبيل من السبل التي تنتهجها السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية الذي يتابع متابعة خاصة هذا البرنامج من أجل مواجهة الشح في المورد المائي. هذه الظاهرة التي عندها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم وخاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسط، الجزائر انتهجت سياسة حكيمة بالفعل من أجل مواجهة هذا الشح في المورد المائي من خلال استعمال المياه الغير تقليدية، وأخص بالذكر هنا مياه البحر المحلات، وكذلك تثمين واستعمال المياه المستعملة المصفات في الفلاحة والصناعة ومختلف الاستعمالات. ما يخص الزيارة تاعنا، أول يعني نبارك المنصة اللوجستيكية اللي تم تدشين تاعها أصبح هذه اللي هو للتخزين، يعني بالامكانيات يعني تاع التبريد، يعني كل الخضروات او الانتاج اللي يكون على مستوى الولايه، وايضا انشانا شغل مركز جهوي للبقول الجافه على مستوى المنصه اللوجستيكيه تاع فريغوميدين. اذا هذه زياده على المشروع واش مسجل لهذه الولايه تقريب امكانيه تخزين تاع 15 مليون و500 قنطار في المستقبل نخزنوا على مستوى هالولايه بالمشاريع اللي راح ينطلقوا عليها بين نهايه جوان وشهر جويليه.